يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هل يؤخذ من هذا عدم جواز وضع المصحف على الأرض؟ نعم، لا يوضع المصحف على الأرض، يرفع. إذا كان الإنسان يصلي ومعه مصحف ما يحطه جيبه وإلا يحمله معه ولا يضعه على الأرض، إلا إن كان يصلي على فراش وسجاد ما يخالف، يوضع على الفراش طاهر ما يخالف. نعم.